دي سياستنا، سياسة قلة. واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان محدش يتدخل في شؤون. ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شوية معونة علشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، انا بقول لهم احنا متأسفين، احنا مستعدين بننزل الشاي شوية، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات، ونحافظ على استقلالنا، وإلا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركة سنة 56 ما فيهاش أي فايدة. دي أنا بقول احنا بناخد من الامريكان قمح، لازم نعرف المواضيع بالمفتوح، قمح ولحمه وفراخ، ما بناخدش مصانع والله ابدا، يعني ما بيدوناش مصانع، بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنه. احنا ميزانيتنا في السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه، بنوفرها على الجزمة ولا بتهمنا والله العظيم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ انا بقول هذا الكلام النهاردة بمناسبة، بقول هذا الكلام بمناسبة امبارح السفير الامريكي قابل نائب رئيس الوزارة للتموين، وراح عنده مقموص وزعلان، وقعد عنده دقيقتين، وكان مفروض هيتكلموا على التموين، المواد التموينية اللي احنا بنجيبها من امريكا حسب قانون الحاصلات. وقال له والله ان انا ما بقدرش اتكلم ابدا دلوقتي في هذا الموضوع. ليه؟ لان سلوكنا احنا يعني هنا في مصر مش عاجبه. انا بقول له هنا اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب منين؟ وان ما كفاهوش وانتوا هنا اللي ما يكفوش البحر الابيض بنديله البحر الاحمر يشربه كمان. اللي انا بدي اقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. ان احنا مش مستعدين نقبل من واحد اي كلمة، اللي بيكلمنا اي كلمة بنقطع له لسانه. كده كلام واضح وكلام صريح. اذا كنا النهاردة بنشرب شاي 7 ايام، نشرب 5 ايام لغاية ما نبني بلدنا. اذا كنا بنشرب قهوة 7 ايام، نشرب 4 ايام. اذا كنا بناكل لحمة 4 ايام، ناكل لحمة 3 ايام. اللي انا بدي اقوله ان طبعا مناسبة هذا الكلام في الوقت اللي بيقولوا ان احنا عندنا ازمة تموين وعندنا كذا وعندنا كذا، ان دل على شيء فيدل على انه طريقة من طرق الضغط. احنا متأسفين ما بنقبلش الضغط وما بنقبلش الكلام السخيف وما نقبلش الرزالة ابدا. واحنا ناس خلقنا ضيق، خلقتنا كده وطبيعتنا كده.